الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونورا وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، أحبابي، في الدرس الماضي بعد درس سألني أخ سائل يقول: واحد سأله طبعا، هل النبي عليه السلام شافعي ولا حنفي؟ اللي حمل إلا مالك. طبعا في مذاهب كثيرة، جواب هذا الأخ حقك علينا طلاب العلم، احنا ما تفضلنا لك نعلمك حتى أروح في هذا اتجاه. النبي صلى الله عليه وسلم هو منبع العلم، هو مصدر العلم، مصدر التشريع. فكل الأمة أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا نقول نحن أتباع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. أما من أجد شافعي وحنفي ومالكي حنبلي بعد عصر الصحابة والتابعين الله عنهم، وفتحت البلاد، فصار في كل مدينة، مثلا في الغداة، في بلاد الشام، في بلاد الحجاز، مثل سيدنا الشافعي الله عنه، فهو من مكة المكرمة، اجتهد على نفسه وكان يتيم طبعا. فلما بلغ من الميقة قال الإمام الشافعي، ميقة محمد بن الشافعي ميقة، فينسب هذا الكلام إلى القائل. ولكن الإمام الشافعي الله عنه وكل العلماء ما هم إلا عبارة عن ناقل من الصوتات، ناقل عن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. أما شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي كلهم موجود، وإنما لما صارت فتوحات إسلامية كثير والناس ما بقت تتفرغ للعلم، صار من أهل اختصاص، مثل رحتوا على الدكتور، هذا الدكتور ما شاء الله كتب لائحة ما تبي لك تروح يحيي العظام وهي رميك، عرفوا هذا جاهل، ودخل لعنده كشفيتهم، عم بحكي لما كنا بسوريا كشفيتهم يتكرر، شو دكتور ثاني كتب دكتور قلبي، بس هالكلمة تدخل لعنده كشفيته 5 سنوات. فالاختصاص هو عطاء مكانه. فالإمام الشافعي الحنفي المالكي الحنبلي اختصوا أمور الفقه، سيدنا البخاري اختص بعلم الحديث، وهكذا. فكلهم ناقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال سألنا مرة ثانية، من أفضل الشافعي إلى الحنفي إلى المالكي إلى الحنبلي، من أفضل التبعون؟ قلنا له يا أخي الكريم، رأي جوابك بسؤال واحد، جاوبنا عليه وجوابك عندك صار. نحن جبنا هاي بركة مي، صور هاي حوض مي، وركبنا له 4 حنفيات وعبينا مي، وقلنا لكل واحد 10. أنا فتحت حنفية من هون، أستاذ خالد من هون، الحجي من هون، أبو محمد فتح، وشربنا مين أطيب؟ منبع واحد. قال شيخ كل الطعمة واحدة. ليش؟ مصدر واحد، وكلهم من رسول الله ملتمسون صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله. السؤال الثاني عم سألني العم فاضل قبل قليل، كمان سؤال: هل عذاب القبر هو للروح والجسد أم للروح أم للجسد؟ إذا اتفقنا على المبدأ ما نختلف على النتيجة. يا أحبابي، كما يقال كثير من الناس عقيسوا البيض على البنجان، لذلك عم نقع في إشكال، عقيسوا البيض على البنجان. قال كيف يا شيخ البيض على البنجان؟ دائما المثل في مكان أطيب العسل. واحد عنده متزوج جديد، عنده مرة مبسوط مكيف معها وما بتطلع شر الحال، هو المسكين عنده شغل مثل حكيكم الله يحميكم، كنا طالعين الصبح ترجعوا المساء. قلت له يا رجال والله مشينا على المحشي، بدنا هيك كم كيلو كوسه باذنجان، سوينا محشي تجي كاري جاي، الله تكرمه. عدنا على اساس خالد على المطعم، اخوي ابو عبد الله رضى عليك بمعيتك، كيلو باذنجان، كيلو كوسه، نص كيلو لحمه، وبعث لي مع ولد على البيت، تكرم عيسى. فعلا عدى ابو الباذنجان، عدى ابو الكوسه، اشترى له، قطع له لحمه، تعال يا ابني خذ الاغراض لبيت عمك شحال. الولد راح دق الباب، دق الباب، المرة نايمة ما يحس. عدى واحد زي حسان، قلت لك بديش معك،
قال له والله ما جاءوا كوسا. قال له من الحيط موعد كله مثلين نزلتهم فوق الحيط خلاص. في المرأة بيجي الزلمة مفتاح بشوفوه بسووه. الولد بسم الله زادته وراعات معلومة. وديته مني قال له بس ما قال شلون. هاي المسكينة بعد ساعة ساعتين طلع بغرفته طلعت لقت الكوسة معملة من الدار شالته خاصته أعارته. إجا زوجها المساء يسلموا إيديكي أكل انبسط. راحت حكيت جمعتين ثلاثة والله مشتين على العجب اللحم. عدر عدر عيدين تكرم شيخ اشتروا له صفط بيض اشتروا له لحم وبعثوا اياه. دق الباب دق ما حدا. هذيك مرة قال لي عمو زدته مسكن وزدته. فقت مرة لقت الدار ملاك قطط. اجى لك يا اخي شو وصيناك من الاخر بيتنا بهدرتنا في الحوت. لك تعي يا ابني قال له هذيك مرة زدته معك حكيت. عليكم السلام. فنحن حياة البرزخ حياة القبر عن حياة إذا نقيس على بعضها مثل قاس بيض على الملجة. لا تتصور في عقلك عالم البرزخ متصل في عالم الحياة. عالم قائم كامل متكامل بذاته. قال ايش هالحكي شيخ؟ طيب انا وانت لما ربنا تبارك وتعالى امر سيدنا ابراهيم وانزل في الناس بالحج ياتوك رجال. انت سمعت النداء؟ مين سمع النداء؟ قال شيخ ما سمع. قال رحت على الحاج؟ قال نعم حجيت. نعم انت سمعت ولبيت. قال رحت مرتين؟ انت مرتين. كل ما نادى يا عباد حجوا لبيك يا رب رحت مرتين. قال شيخ انا ما سمعت. يا سمعك هذا قاصر عن سمع عالم الذر. ألست بربكم؟ قالوا بلى. نعم يا رب. في عالم الذر الله تبارك وتعالى أشهدنا على أنفسنا بأنه هو الله. قلنا نعم يا رب. لما انتقلت حضرة جنابك من عالم الذر إلى عالم النطفة المني تحسن تحكي لي عن حياة هذيك شو كنت عايش فيها؟ أنظر خيالي تمام؟ النطفة انتقلت إلى رحم الأم فصار جنين. الجنين يا شباب من أول ساعة تنفخ الروح فيه بنزل؟ قال لا أربعة أشهر الروح تنتفخ الدم خمسة أشهر على حركة وعم يتغذى. قال كل شيء تمام. احكي لي أنت شو حسيت في الحياة لما أنك راحت على العرس ولما انعزم بيت خالك بيت عمك؟ قال مالي خالق. ففي عندك حياة كاملة مستقلة فيك. أنت لا تشعر في عالم الدنيا كما أنني أنا لا أشعر في عالم الأجنة. فإذا ما انتقل الإنسان من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ فعالم البرزخ عالم قائم بذاته. يعني فيه نعيم؟ نعم فيه نعيم. فيه عذاب؟ نعم فيه عذاب. قال طالما هذه الأمور غيبية لا نستطيع أن نتكلم بها إلا بما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهل أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لعالم البرزخ عالم القبر هل أثبت له نعيم وعذاب؟ قال نعم. شو الدليل؟ كما جاء في صحيح البخاري ومسلم. مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. الناس فكرت شغلة سهلة. شو ذنبه شو جريمته؟ قال أما أحده فكان لا يستغرق من بوله. يعني دخل يقضي حاجته ما تأكد من البول 100% نقصت ماسورة وإن بقي ذرات أو المرأة كذلك الأمر. يعني تساهل بهذا الأمر فكان عذابه في القبر. من أثبت هذا الكلام؟ الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. واما الثاني فكان يمشي بالنميمه. ما شاء الله هي نفع اشطر منا فيها. يعني بركين انا واخ عم نحكي كلمه لك لا خبر ايش حكى مع فلان عليك؟ خير؟ حكى كذا كذا. اعوذ بالله. لا شك تحكي له. قال شيخي لازم يمشي حواليك. الله. وهل انت والي امر عتين حتى تروح تركب من هذا لهذا؟ اذا كنت تشعر ان فلان عم يتكلم علي بالسوء روح ابكي عليه بينك وبين ربك ادعي له الله يتوب عليه. مو تبي توضحه؟ قال هذا نقل الكلام من فلان الى فلان
النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يعذب. فشو سوى النبي عليه الصلاة والسلام؟ راح جاب ورقتين من جريد النخل خضر، حط على قبرها وحط على قبر الثاني. لما يا رسول الله؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. طالما الزرع عم وحد الله بهذا التوحيد ينتفع به الميت. فيجي يقول لك واحد حرام تقرأ قرآن للميت ما بصلي، لك الزرع زرع توحد الله ما برفعه. فأنا من أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قرأت قرآن ما بترفعه. أيوة. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن سيدنا سعد، وسعد خالي ومن له خال كخالي، مين عم يقول الكلام؟ سيدنا رسول الله عم يفتخر. سعد خالي ومن له خال كخالي، في اعظم من هيك؟ سيدنا سعد اللي قال فيه النبي عليه السلام لقد حكمت بحكم الله فوق سبع سماء. سيدنا سعد لما مات ومشوا الصحابه بجنازته، النبي عليه السلام كان يمشي وسط اصابعه. لما يا رسول الله؟ قال 70,000 ملك نزلوا في جنازه سيدنا سعد. عارف شيء؟ في اعظم من هيك؟ قال ولكن لما وضعوه في النحت شطحوه في القبر ووجهوا وجهه الى القبله، وإذا بوجه رسول الله قد تغير، يعني زعل من نفسه، وخذوا حار، ما بك يا قرة عين؟ قال إن القبر ضم سعد ضمه، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. فاطمة التي كان يقول ليس بنت النبي عليه السلام وإنما يقول هذه أمي بعد أمي، لما ماتت قال عليه الصلاة والسلام خذوا ثوبي قميصي وكفنوها بها شاشو حتى القبر ما يضمها. هل هذا نعم؟ السيدة فاطمة، السيدة فاطمة ليس بنت النبي عليه السلام، وأظن فاطمة بنت عميس الله يرضى عنها اسمها فاطمة بنت عميس. فالنبي عليه السلام قميصه لبسوا اياها حط عليها حتى القبر ما يضمه. فهذا الكلام هل هناك للقبر عفس ضم ولا ما في؟ الحديث الوارد القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار. فاذا يوجد نعيم؟ نعم. يوجد عذاب؟ نعم. بس كيف؟ هي مش غلط. تفضل. فاطمه بنت اسد جزاك الله خير. فاطمة بنت أسد اللي كفن النبي عليه الصلاة والسلام بشو؟ بقميصه حتى القبر ما يضمه. وكان يقول أمي بعد أمي. نعم. رضي الله تعالى عنها. فإذا النعيم موجود والعذاب موجود، ولكن الصورة شو؟ قال ليش قبر ما؟ قال ما بصير. لك بعطيك شغلة أنت بتسويها وأنا بسويها كذا تبحث فيها. جيت جنابك تعبان من الشغل عايف حالك، وأهلك مكيفين في البيت. شعرين على الصوبة شطحت، هن عم ياكلوا بزريات وعم ياكلوا فستق وبياكلوا ضامي وموز وتفاح، وانت شايف انا واحد ماسك العصاية وعم يطلق فيك. بتجي ضلوعي مكسرة. لك ما عرفتوا حدا يكشي جلسني؟ والله احتريت. حدا شايف شو عم تعذب انت؟ حدا حس فيك؟ قال هي روح سكت. وكذلك الانسان عالم القبر نعم له نعيم وله عذاب، ولكن كيف الصورة؟ هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. قال شيخي طيب بروح بانفجار قنبلة، في حرق، في غرق، في كذا. الذي جمعه تبارك وخلقه بالعذاب يستطيع أن يعطيه النعيم أو العذاب وإن تفتت في الكون. يعني لا تدخل عقلك بالصورة. نعم. في سؤال ثاني أحبابي؟ صلاة الجمعة؟ طبعا هي السنة. ما بدخل في بعض أقوال بعض المذاهب، وإنما خليني أكون هيك يعني مرحين شوي. لا تأخذ دينك من فيسبوك. لا تأخذ علمك من فيسبوك. انتبهوا يا أحباب.
إذا طلعنا الجوال فتحنا فورم يطلع لنا ابن فلان وابن علان، ما في عندنا صلاة سنة قبلية ولا بعدية. قل له شيخي طيب المذاهب الأربعة قال في، قل لك ما في عندنا مذاهب. يقول له يا قليل العقل، شيخك سابحة تعلم كلمتين ولغيت كل أهل العلم وأهل السنة والجماعة، معقول أن أترك السلف الصالح كل مشان أخذ كلام شيخه؟ لذلك خلينا نلتزم فيما جاء عن مذاهب الأربعة الأربعة وفيهم الكفاية، وفيهم الكفاية، صلي السنة القبلية وصلي السنة بعدية والله يجزيك ألف خير. نعم، في كمان سؤال أحمد. نرجع لموضوع الصلاة، وأنا كثير متأكد على الصلاة يا أحباب الله تعالى. سيدنا نوح كم سنة عاش؟ مين بعرف؟ يرفع يده. تفضل. 100 سنة؟ الله يبارك فيك. بصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة. الله صحيح. سيدنا نوح وهو رسول مرسل في قومه 950 سنة. أما قبل الرسالة كم سنة؟ في خلاف العلماء كثير. يعني الكل متفقين إني عاش أكثر من 1000 سنة. شلون؟ أكثر من 1000 سنة. نحن أغلب أعمارنا بين 60 و 70. يعني حط 60 70 جنب ال 1000 نمشي. الرغم كل شيء الله تبارك وتعالى بهذا الدين الحنيف بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما عبيد نعيش 60 70 سنة وبالأخير حطها في الجنة. حطنا مطهرات، حطنا منظفات، حطنا معقمات. يا عبدي بدي إياك تجي لعندي خالص ما تتعب 1000 سنة في العبادة، تعبت 60 سنة، مو 60 كمان تبلغ عمرك 15 راحت يعني 40 سنة، بدي أعطيك جنة عرض السماوات والأرض. إيه يا رب منين نجيب الجنة هي؟ نجيب المساحة هي والمنظفات. اسمعوا يا أحباب، ماذا قال مع السلامة؟ قال إنكم تحترقون. تحترقون. قال كيف احترق أنا؟ في المعاصي. إذا احترق إيمانك شو فايدة لجسمك؟ إذا انحط الحجم والقوة العضلات والجسم أعزكم الله البالغ ومننا. صح الكلام؟ الله كرم بني آدم بعقله، وكرم هذه الأمة باتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكرمنا فجعلنا خير أمة أخرجت للناس. قال شيخ نحن هلا نعم بكل العيوب الموجودة فينا نحن خير أمة أخرجت للناس. كيف؟ قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم ما خلفوا حتى يأتي أمر الله. فالخيرية في أمة سيدنا محمد إلى قيام الساعة. طيب 60 سنة 70 سنة بدك تعيش أنت، ربنا بده يعطيك جنة عرض السماوات والأرض. وابتلينا في التيك توك، وابتلينا في الفيس، وابتلينا في ما بعرف ايش، طيب شو بدنا نظبطها هي؟ منين نجيب مساحة؟ كل نهار صدقنا ب 2000 3000 إي معنا. نصوم كل نهار ما عم نشتغل، عم نطلع من الساعة 5 نرجع الساعة 7 8 على البيت أدوبنا نحسن لك لقمة. فقال مع السلامة إنكم تحترقون. سؤال كلام أحلى هتحكوا حقا. فإذا صليت الظهر كفر الله لك ما فعلت قبل صلاة الظهر ثم تحترقون. طلعت من الجمع يلا أبو فلان على الشدة، لك هلا مو طلعت من الجمع يا شيخ. ساعة لك ساعة على ربك، أنت عندك ساعة لك ساعة على ربك، أي بدنا درس تاني. مهم الإنسان يوقع في معصية تنتين ثلاثة، فإذا ما صلى العصر كفر الله ما كان بين الظهر والعصر. فإذا كان العشاء صليت العشاء غفر الله لك ما فعلت فيه. بمعنى إذا بعث سيدنا ملك الموت وأخذ لك روحك أخذك نظيف من الظهر. بشو؟ بالصلاة. إن الصلاة تنهى قال يا شيخ معنتي انت داوم مع الصلاة وبدك تنتهي. داوم مع الصلاة وبدك تنتهي. حتى جاء رجل إلى الحبيب الأعور صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أذنبت أخطأت خطأ كبير وجاي لعندك شرط طهر.
عليكم السلام. فالنبي عليه السلام ما معك بعض الناس والعياذ بالله، شو سوي تحكي لي؟ احكي لي بالتفصيل، ليش بدي احكي لي؟ إذا راد يوضح حاله لا تخلي يكمل. بصير معنا فضلا كثير، شيخ أنا سويت، قال لي طول لك شو؟ في حقوق للعباد عندك شيء؟ سرقت مال حدا؟ لا. قتلت حدا؟ لا. تمام. ابني معصية لا تكمل ليها. أولا أنا ماني والي أمر. لا اسمع، إذا زنيت أقيم حد عليك، ما بحسن عليها. لا تفضح حالك قدامي. ابني التوبي واحد اثنين ثلاثة أربعة. انتهت الحكاية. فقال يا رسول الله أذنب الذنب عظيم، دخيلك يا رسول الله طهر. إيش في حد قيمه عليك؟ موت، قطع، قتل، شو بدك أنا جاهز؟ فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء مرة ثانية، يا رسول الله دخيلك، دبرني. وإذا ببلال يؤذن لصلاة العصر. الله أكبر الله أكبر. ما بحسن يسألوه؟ صلاة الصلاة. صلى النبي عليه السلام، صلى الصحابة معه، انتهى الصلاة، مباشرة قام من بين الناس كلها وجلس أمام النبي عليه السلام، لكن تعرف النبي عليه السلام يا رسول الله طهر. الحبيب الأعظم بكل لطف، بكل حنية، بكل إيمان، بكل ثقة بالله تبارك وتعالى، قال له يا فلان أنت هلا صليت معنا العصر؟ قال له نعم. قال قم فإن الله قد غفر لك. هذا الإله نعبده، هذا الإله اللي في كل ركعة بتقول إياك نعبد وإياك نستعين. والكلمة هي ما بنلاقيها غير الصلاة يا أحباب، يا شباب الصلاة إلا الصلاة. الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في آخر نفس طلع من تبه الشريف، يعني صور إلك أب بتحبه كثير وبحبه كثير، وحسيت عليه لا سمح الله جيته جلطة وصريخ لوجه، وكبيت حالك عليه يا بابا يا روحي دخيلك بس احكي كلمة. طلع فيه قال لك ابني دير بالك على أمك، أسألك بالله حياتك كلها تحسن تزعل على أمك؟ لك آخر نفس طلع من تمه أبوي الكلمة وصلت فيها. والله إذا أمي بشيش حاطة عزك الله بتحطها في تمي ما رأي الحلا، لأني بحبه لأبوي. وآخر نفس الحبيب الأعظم في آخر نفس طلع من تمه أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم، أوصيكم بالصلاة وبنسائكم. آخر نفس، فأنت خلي يكون آخر نفس يطلع من تمك سمعا وطاعا يا سيدي يا رسول الله. لا تترك الصلاة. وحكينا الدرس الماضي أو قبله، ما ربي ترك وسيلة لعبد من عباده يترك الصلاة في أي حال كان. تمام يا أحباب؟ وكل ما الله أكرمك بالصلاة بعد الصلاة لا تقوم رأسا، زد حالك يلا بس نطلع فعيدك أو كلمتين يا رب اغفر لي كل يوم سيدنا محمد. شو تكلفتني شباب؟ خليكم معي كلمة اللهم اغفر لي ولأم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شو قد كلفتني؟ بالله عليكم شو قد؟ هل تعلم بالدعوة أخذت حسنات بعادة أم سيدنا محمد؟ قال شيخ نعم. ربي تبارك وتعالى ما أمرك بشيء إلا حتى يعطيك الأفضل. واللي ما بواظب على الصلاة يا أحباب نسأل الله العفو، والله مقطوع في الدنيا ومقطوع في الآخرة، وسيأتي يوم القيامة شو بدي أسوي لما أشوف الناس كلها وين؟ الحق سيتجلى. شو بدي أسوي؟ كل السجود. فإذا ما قام وأراد السجود ظهره قطعة واحدة، ممنوع تسجد. ليش؟ لأني لما كنت في الدنيا تدعى إلى الصلاة ركنا شيخي، هذا بلا صلاة في عنا شغل أهم. كما رفضت الصلاة بإرادتك هنا ستمنع هناك غصب عنك ما تسجد بين يد ربي تبارك وتعالى. حدا بكلناها يا شباب؟ يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. حدا بكلناها؟
لذلك الله يرضى عليه. الصلاة وخاصة وصية الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة رب العالمين. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا حتى نريح بخطوة من الأخوة المرة. الله يبارك فيكم يا رب.